السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غنصاوبوا الحلوه ديال ريش بوند الغنيه عن التعريف. صراحه كيبغيها الكبير والصغير. اليوم غنوريكم ان شاء الله الطريقه تي انا باش كنصاوبها، كتجي بنينه ورطبه وزوينه بزاف. البنات كنتمنى انكم تجربوها، وبسيطه ما فيهاش المقادير بزاف. نبداو على بركه الله. بعدا على المقادير، اول حاجه عندنا الدقيق. البلاز من الافضل يكون شي دقيق ممتاز مزيان، وغنحتاجو جوج زلايف ونص ديال الدقيق الفورس رطب. عندي هنايا جوج ديال لي شاسي ديال الخميره الحمراء ديال الحلوه. عندي هنايا زلافه ديال سنيده، عندي كذلك هنا زلافه ديال الزيت مائده. عندي هنايا 6 ديال البيضات. على بركة الله البنات، اول حاجة غادي نبداو بها البنات كنديرو البيض. البنات يمكن لكم تخدمو بيديكم، كيف يمكن لكم تخدمو بشي حاجة اخرى. انا غنخدمها غير بيدي، كيعجبني نخدمها بيديا. غنبدا بهاد البيض غنحركو بحال هكا. المهم بهاد الطريقة. دابا غادي نزيد الزيت كامل البنات. غنزيدو سنيدة، نخلطو كلشي. باش كدوب لينا هاد السنيدة مع الزيت ومع البيض، قلبنا ندخل دمجو هاد العناصر. شفتي البنات كيفاش كيجي؟ كيجي بحال هكا. دابا غنبقاو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. البنات زدت هنا الخميره الاولى، غنزيد الخميره الثانيه، غنخلطها كذلك حتى هي. البنات الا ما كنتوش كيعجبكم تخلطوا بيديكم، استعملوا شي طراب يدوي او لا اللي بغيتو. دابا غنزيدو الدقيق بشويه بشويه، نزيدو الدقيق بشويه بشويه. صافي نزيد واحد الكميه اللي بحال هكا غير بشوية. نتوما كتلاحظو معايا البنات انا دخلت تقريبا هاد الدقيق. دابا غادي نزيد شوية ديال الدقيق كذلك، نزيد واحد شوية قد هكا، عاوتاني نخلط مزيان. كنزيدو شويه ديال الدقيق كذلك، المهم شويه بشويه حتى كتاخذ لينا هاد العجينه الشكل اللي بغينا. كتجي متماسكه شويه، ماشي تجي صالحه باش يصلح لينا نشكلوها. نزيدو شويه الدقيق عاود. شويه
زيت دقيق. نزيدو كذلك شويه. المهم البنات راه نكمل على الطريقه حتى غنجمع العجين ديالي حتى كيجينا الشكل كي بغينا. صافي البنات من بعد ما كنجمعوا العجينه ديالنا كما قلت لكم استعملوا الطحين جوج زلايف ونص، ويمكن تقدروا تزيدوا اكثر حيت على حسب البيض ولا حسب البيض اللي كتستعملوا. المهم كيبقى الدقيق على حسب الخليط وصافي. المهم احنا العجينه كيف كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل بحال هكا، يعني كتدخل يديك بحال هكا تدخل بحال هكا. صافي البنات دابا غنبقاو نشكلوها ان شاء الله ونديروها في لاطه طيب. البنات من بعد ما وجدت كما قلت لكم العجينه ديالنا كتجي على هذا الشكل باش يمكن لينا نشكلوها. كناخذ لاطا درت لها ورق ديال الزبده كما كتلاحظوا معايا. دابا غنبقى نستف عليها الحلوه ديالنا اللي غنشكلوها. البنات غنشكلوها بحال دابا خديت قد هكا صغيوره، يمكن لكم تكبروا كيبقى داكشي على حسب اللي بغيتو نتوما. المهم غنكورها على هذا الشكل بحال هكا وغادي نخليها انا صغرتها حيت فيها الخميره ضروري مازال غادي تزيد غيزيد الحجم ديالها. وكنحطوها في اللاطا وكنشكل واحده اخرى عاوتاني تكون صغيره شويه بحال هكا وكنحطها حتى هي في اللاطه. اما البنات انا غنكمل على هذا الشكل بحال هكا حتى نشكل هاد الكويرات كاملين. على كل البنات كنحاولوا اننا نصغروا. تجينا بحال هكا البنات. بالنسبه حيت غنديروها بالشكلاط وبالكونفيتير ديال المشمش. انا ديال الكونفيتير كنخليها هكا كنديرها هكا دائريه، وبالنسبه ديال الشكلاط كندير ليها بحال هكا بحال هكا. البنات كتجي شويه طويله بحال هكا كنشكل على هذا الشكل حتى هي وكنحطها. نتوما اللي بغيتو يمكن لكم تديروا لها الشكلاط وتشكلوها دائريه اللي بغيتو نتوما واللي بغيتو. المهم كنديرها بحال هكا. بحال هكا البنات. البنات انا درت لهم بحال هكا نتوما كتشوفوا معايا درتهم في اللاطه بحال هكا. انا غنكمل كل شيء ان شاء الله غادي نديرهم هنا في اللاطه وغندخلهم للفران يطيبوا. شوفوا مع البنات فاش صوبتهم في اللاطه كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غندخلهم ان شاء الله للفران يطيبوا. ملي غيطيبوا ان شاء الله غنشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجيو. البنات من بعد ما طابت لينا الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا كتجينا على هذا الشكل. كاينين اللي بحال هكا. المهم غنديروا اليوم ان شاء الله جوج ديال التزيين، يعني هذا غنزينوه بالشوكولا وهذا غادي نزينوه بالكونفيتير ديال المشمش. التزيين الاول اولا الطريقه الاولى درت هنا الكونفيتير ديال المشمش. تقريبا درت قرعه صغيره ديال الكونفيتير ديال المشمش يكون جاري خاص بالحلويات. غادي نزيد عليها البنات هنا ما كاملش ربع كاس، شويه غادي يوصل ربع كاس، يعني ما كاملش ربع كاس ديال ما زهر. نزيدو على الكونفيتير ديالنا بحال هكا. دابا البنات غنديه فوق البوطه يغلى واحد شويه وغادي نطفي عليه. وعندي هنايا الكوك هو اللي غنستعملو في الطريقات بجوج. المهم البنات درتو في طويصه بحال هكا اولا شي زلافه تكون غارقه شويه باش يمكن لينا نبقاو باش جينا سهله باش نفندو هذيك الحليوه في هاد الكوك. المهم البنات غندي هذا يغلى شي شويه فوق البوطه ومن بعد نتلاقاو. البنات من بعد ما سخنا شي شويه كما قلت لكم غلى شي شويه هذا غادي ناخذ هاد الحلوه ديالنا هاد الدائريه ونديرها هنايا. ديما البنات تكون شي حاجه واسعه شويه ولا كبيره باش يمكن لكم تخدموا فراحتكم بحال هكا. صافي دابا نحاول بمعلقه ولا بيدينا ولا اللي بغيتو ولا بفرشيطه حيت عليا اليد. كما شفتو البنات
رغمتها كلها في الكونفيتيرين. ضروري ما نستعملوا يدينا، ضروري غادي نستعملوا يدينا. ناخذ حبه بحال هكا، حبه اخرى بحال هكا، وكنحاول اني نلصقهم. كتشوفوا معايا بحال هكا البنات، وغادي نحطها هنا في الكوك. نفس العمليه نديرو لهادو هكا، نحاول نلصقهم، نحطهم كذلك هنا بحال هكا. المهم البنات راه نكمل بالطريقه لهاد هادو اللي دائريين، اللي شكلناهم دائريين بحال هكا، وغنتلاقاو فاش نسالي بعدا. فاش كنديرهم هاد الكوك كنحاولوا اننا نفندوهم مزيان هكا. نديرو الكوك مزيان هكا جو البنات بحال هكا، وكنحطها هنايا التبصيل اللي غنبقى ندير فيه نفس الطريقة بالنسبة لهادو. بالنسبة لهاد الكمية اللي بقات لينا هادي، غادي نديرو لها نديرو لها واحد كاس ديال عنبة ديال الحليب، وغادي نزيد كاس آخر، غنزيد البنات كاس اخر ديال الحليب، جوج كيسان، وغادي ندير فيها كاوبيل باكيه وحده. بحال هكا صحيح كامله البنات. دابا غنحركها شي شويه، نخلطها شي شويه بحال هكا البنات، بحال هكا غندير البوطه تسخن واحد شويه. والبنات هذه مهمه بزاف، ما خصكمش فاش يسخن تخليه شي شويه يدفى، ما خصكمش ديروا فيه الحلوه وهو سخون بزاف. من بعد ما دفيت واحد شويه غادي نزيد فيه واحد معلقه كبيره ديال هاد الشوكولا ديال نهار الاخر. بغي يذوب لينا بسهوله حيت الحليب راه دافي. صافي نخلط شي شويه على البنات. البنات من بعد ما درنا جوج كيسان كما قلت لكم، درنا ديك الباكيه ديال الكاوبيل، زدت شويه من هذه، زدت تقريبا البنات واحد 4 ديال المعالق كبار ديال هاد البودره ديال الكاكاو اللي كنديروا في الحليب. صافي كنخلط مزيان وكيجينا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. كندير بحال هكا كما درنا ديال الكونفيتير بحال هكا بنفس الطريقه بالنسبه للاخر. اولا البنات اللي ما كانش عندكم هاد البودره ديال الحليب، غادي ديروا جوج باكيات ديال الكاوبيل مع جوج كيسان ديال الحليب. نكمل على الطريقة. دابا غنساو نفندو في هاد الكوك، وغنشوفو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا كيفاش كتجي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا ديال ريش بوند. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. اش غنقول لكم؟ واخا نقول لكم زوينه، نقول لكم شي حاجه اكثر من زوينه صراحه. وكما شفتوا بمقادير سهله بزاف وبسيطه، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي المقادير وكتجرائعه، خصوصا اللي خلص هذا يعني زوينه بزاف. ان شاء الله تنال الاعجاب وتجربوها، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.